السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلبة علاج طبيعي في كل مكان. معكم دكتور كوماندر، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في مقدمة منهج الكينسيولوجي، وهنتكلم يعني إيه بايو ميكانيكس، ونفهم يعني إيه كينيماتيك وكينيتيك، ونعرف الفرق ما بينهم. خلينا ما نطولش في المقدمة وندخل في الشرح على طول، يلا بينا. في البداية كده ما ينفعش إن أنا أروح أدرس علم وأنا أصلا ما أعرفش معناه، فتعالى أقول لك أصلا يعني إيه كلمة كينسيولوجي. بص يا سيدي، كلمة كينسيولوجي هي كلمة جريكي أو كلمة يونانية بتنقسم إلى مقطعين. المقطع الأول هو إيه؟ هو كلمة كينيسيز. يبقى المقطع الأول هو كلمة كينيسيز، والمقطع الثاني هو كلمة أولوجي. وبالمناسبة صح، هي بتنطق كينيسيز مش بتتنطق كاينيسيز. أنا أوقات بسمعها في طلبة بتقول كاينيسيز، لا الكلام ده مش مظبوط، النطق الصح ليها كينيسيز. حلو كده؟ ومهم أوي إن أنت تنطق صح، تكتب صح، وبالتالي تتعلم صح ان شاء الله. حلو كده؟ طيب يعني ايه بقى كلمه كينيسيز؟ قالك كلمه كينيسيز معناها موفمنت او موشن، يعني حركه. يبقى كلمه كينيسيز يعني ايه؟ يعني موفمنت او موشن، يعني حركه. حلو. طيب وكلمه اولوجي، اولوجي دي انت سمعتها كتير، تسمع يقول لك ايه هيستولوجي، علم الانسجه والخلايا، يقول لك مثلا ايه فيسيولوجي، علم وظائف الاعضاء. فكلمة أولوجي معناها علم أو ساينس. يبقى كلمة أولوجي معناها إيه؟ ساينس. حلو. فلما أجي أجيب الكلمتين مع بعض هلاقي إن كينسيولوجي معناها إيه؟ علم الحركة، العلم الذي يهتم ويختص بدراسة إيه؟ الحركة. فلما أقول لك ديفاين كلمة كينسيولوجي، عرف لي كلمة كينسيولوجي، هتقول لي إيه؟ هتقول لي It's the scientific study، يعني الدراسة العلمية. ليه بقى scientific study of ايه؟ of human motion او human movement. حلو كده؟ يعني الدراسة العلمية لحركة الانسان. زي ما اتفقنا كلمة kinesiology معناها ايه؟ دراسة ايه؟ علم الحركة. حلو كده؟ احنا بنهتم ونختص بدراسة حركة الانسان، human movement او human ايه؟ او human motion. حلو قوي كده. طيب انا دلوقتي عشان ادرس علم الحركه وادرس الكينسيولوجي محتاج يبقى عندي معلومات في ايه؟ ايه هي النوليدج، ايه هي المعلومات، ايه هي المعرفه اللي انا محتاج تكون عندي عشان اقول ان انا بدرس علم الكينسيولوجي؟ بص يا سيدي، تعال ناخد مثال في مفصل القلبه مثلا، اللي هو مفصل الكوع. انا عشان ادرس الحركه اللي انت شايفها دي اللي هي مثلا قلبه فليكشن، حلو، محتاج اعرف ايه المعلومات اللي تكون عندي. في البدايه كده لازم اصلا اكون عارف الارتكيوليشن اللي بيعمل الجوينت ده، لازم ابقى عارف ايه العظم اللي كون لي المفصل ده اللي هو الالبو جوينت. فاقول لك مثلا ان في عظم هنا اسمها الهيومرس، وفي عظم هنا اسمها ايه؟ اسمها الالنا. حلو كده؟ الاثنين اتحدوا مع بعض عشان يعملوا مفصل الالبو جوينت. كمان تبقى عارف ايه؟ تبقى عارف العضلات اللي بتعمل البو فليكشن، اللي هم مين؟ اللي هم الالبو فليكسور، اللي هم كانوا مين؟ البايسبس والبراكياليز والبراكيوراديالز، صح كده؟ طيب محتاج تعرف ايه كمان؟ محتاج تعرف مثلا النوع الجوينت ده، يعني الالبو جوينت ده نوعه ايه؟ تعرف مثلا هو سينوفيال هنج، صح كده؟ طيب انا كل المعلومات دي عرفتها عن طريق علم مين؟ قال لك عن طريق التشريح، عن طريق علم الاناتومي. حلو. يعني افهم من كده ان انا عشان ادرس الكينسيولوجي لازم يكون عندي معلومات في علم ايه؟ تعالى اكتبها لك بلون تاني. علم ايه زي ما اتفقنا؟ علم الاناتومي. علم ايه؟ اناتومي. حلو كده؟ جميل. قال لك بس كده؟ يعني هل انت لو كان عندك معلومات في الاناتومي هل ده كفايه ان انت تدرس كينسيولوجي او انك تفهم الحركه؟ قال لك لا، هو مش العضلات اللي اتحركت دي اللي انا لسه قايلها، البايسبس والبراكياليز والبراكيوراديالز، محتاج ان انا اعرف الفسيولوجي بتاعها، محتاج اعرف الميكانيزم اللي بتنقبض بيه عشان تعمل الحركه دي. فزي ما هتدرس ان شاء الله هتعرف ان في حاجه اسمها الاكتين ده بيمسك في المايوسين، فهو بيعمل حاجه اسمها الكروس بريدجز، وهو ده اللي يشد بيشد العضله ويخليها تنقبض. حلو كده؟ ويخليها تقصر عشان تعمل الالبو فليكشن. تبقى مثلا فاهم الفيسيولوجي اوف نيرف، ازاي ان العصب او النيرف بيقدر ان هو يوصل الامبلسز او يوصل النبضات الكهربائيه، وتبقى فاهم ايه دور السباينال كورد وايه دور البرين في الحركه وهكذا. طب كل ده بندرسه تحت علم ايه؟ علم وظائف الاعضاء اللي هو علم الفيسيولوجي، صح كده؟ صح. طيب هل ده كفايه؟ اذا لو انا عندي فيسيولوجي واناتومي هل ده كفايه ان انا ادرس الحركه؟ في الحقيقه لا، وهو ده اللي انا جاي ازوده لك النهارده ان شاء الله. كمان محتاجين ندرس علم ثالث وهو الجديد عليك، اسمه ايه؟ اسمه البايو ميكانكس. اسمه ايه؟ البايو ميكانكس.
حلو كده. تعالى بقى ان شاء الله في السبورة اللي جاية اعرفك ونتكلم بالتفصيل يعني ايه اصلا بايوميكانكس. طيب كلمة بقى بايوميكانكس هي كلمة برضو بتتكون ايه من مقطعين. حلو، اول مقطع وهو ايه، وهو كلمة بايو، والمقطع التاني هو مقطع ميكانيكس. حلو كده. طيب تعالى نبدأ بالسهل. يعني ايه كلمة بايو؟ كلمة بايو يعني حيوي، يعني كائن حي، يعني living organism. يعني ايه؟ يعني كائن حي او living ايه؟ living organism. حلو كده. طيب يعني ايه بقى ميكانيكس؟ تعال اقول لك يعني ميكانيكس. دايما انت تسمع كلمة ميكانيكس دي في كل مكان، يقول لك ميكانيكا ميكانيكا ميكانيك، صح؟ حتى تسمع بتوع هندسة بتوع رياضة اي حد يقول لك ايه ميكانيكا ميكانيك. ايوه بقى، يعني ايه ميكانيكا؟ يعني ايه ميكانيكس؟ فقال لك ان الميكانيكس او الميكانيكا هي العلم الذي يهتم ويختص بدراسة حركة الاجسام والقوى المؤثرة عليها. تاني، الميكانيكا هي ايه؟ هي العلم الذي يهتم بدراسة ايه؟ حركة الاجسام والقوى المؤثرة عليها. حلو كده. طيب تعالى نعرفه مع بعض. فكلمة ميكانيكس يعني ايه؟ It's the science that deals with الذي يتعامل مع او يهتم بايه بقى، او concerned with، يهتم بايه بقى؟ movement of the body، يعني حركة الجسم. حلو. and the forces affected، يعني والقوى التي ايه؟ التي تؤثر عليه. حلو كده. طيب انا هسألك سؤال، الاتنين بقى مع بعض يعني ايه؟ احنا دلوقتي الميكانيكا لوحدها يعني العلم اللي بيهتم بدراسة حركة الاجسام والقوى المؤثرة عليها، القوى المؤثرة على الاجسام دي. حلو. طيب هو انا هدرس اي جسم كده، يعني اي جسم في البيئه، في الفضاء، في اي مكان هدرسه، ولا انا بدرس الليفنج اورجانيزم؟ هتقول لي انا بدرس الليفنج اورجانيزم. احنا كفيزيكال ثيرابيست بنعمل ايه، او كفيزيو ثيرابيست بنعمل ايه؟ بندرس الليفنج اورجانيزم. طب احنا بندرس اي كائن حي، اي كائن، الحيوانات والاسماك وكده؟ لا، احنا بندرس ايه؟ بندرس الهيومن. عشان كده البايوميكانكس هي العلم اللي هيهتم بدراسه ايه؟ الهيومن موفمنت، حركة الانسان. حلو كده. وايه؟ والفورسز افكتد. احنا مش هندرس اي ميكانيكس بتاعت اي حيوان، لا، او اي كائن تاني، لا، احنا هنهتم بدراسة مين؟ بدراسة الانسان. وتعالى هنا عايز اوديك كده لحاجة مهمة قوي. انت لاحظت حاجة؟ ملخص الكلام ده ايه؟ ملخص الكلام ده ان البايوميكانكس هيركز على نقطتين في دراستنا، او الميكانيكا بتهتم بنقطتين مهمين قوي. هما ايه؟ وهم اول حاجة الموفمنت، صح كده؟ اهو لسه قايلين اهو الموفمنت اوف ذا بادي. ركزنا على الموفمنت، وركزنا على ايه كمان؟ ركزنا كمان على الفورس، القوة. مش احنا قلنا كمان الميكانيكا بتهتم بالفورسز اللي بتأثر على الأجسام، صح؟ يعني الميكانيكا باختصار حركة وقوة، صح كده؟ طيب أكيد لما يكون عندي علم هيدرس حاجتين مختلفين بالشكل ده، أكيد برضو العلم ده هينقسم لعلمين أو فرعين، كل فرع أو كل علم هيختص إيه؟ بدراسة حاجة فيهم، صح؟ وبالفعل دي الحقيقة. إيه اللي هيحصل بقى؟ قالك إن هنعمل فرع أو علم من فروع علم البايوميكانكس هيختص بدراسة مين؟ بدراسة الموفمنت أو الحركة، وهنسميه كينيماتيك. حلو؟ كينيماتيك. طيب وقال لك ان في علم او فرع تاني من فروع علم البايوميكانكس برضو هيعمل ايه؟ هيدرس لي الفورسز، صح كده؟ هنسميه ايه بقى؟ قال لك احنا كمان هنسميه كينيتيك. طيب يبقى لما اقول لك الكينيماتيك هيعمل ايه؟ ده العلم اللي هيدرس الموفمنت، صح كده؟ لكن الكينيتكس هيدرس ايه؟ هيدرس الفورسز، صح؟ فلما اقول لك اعرف لي واحد فيهم هتقول لي ايه؟ تعال تعال مثلا نعرف الكينيماتيك. هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الكينيماتيك هو فرع من فروع
البايوميكانيك، صح كده؟ ينفع ان انا اروح اتكلم عن حد وانا اصلا مش بقول تبع ايه؟ لازم الاول قبل ما اقول لك تفاصيل العلم ده بيختص بدراسه ايه، بيهتم بدراسه ايه، لازم اقول لك ان هو تبع ايه. فاقول فانا اول حاجه نبدا بيها هو ايه، هقول ان هو فرع من فروع علم البايوميكانكس. هقول ايه؟ اتس ا برانش اوف ايه بقى؟ بايوميكانكس. حلو قوي، ده فرع من فروع علم البايوميكانكس. طيب طب ما احنا كمان برضو لما هنيجي نعرف الكينيتكس هنقول برضو ان هو ايه، ان هو برانش من البايوميكانكس. طب ايه الفرق ما بينهم؟ لازم بقى ادي تفصيل. فالكينيماتيك، بص انا برضو عايز اقول لك حاجه قبل ما نكمل التعريف، شايف ازاي الكلمتين شبه بعض؟ انت ممكن تلخبط بينهم، ازاي تفرق ما بينهم؟ بص يا سيدي، هي مش كينيماتيك دي فيها ام صح، وكلمه موفمنت اولها ام، فايه فعلم الام دي بالام دي، يبقى الموفمنت مين اللي بيهتم بدراستها؟ كينيماتيك. لكن الكينيتكس ما فيهاش ام، فعشان كده هي دي تبع الفورسز. حلو، دي طريقه ليك عشان ايه تحفظها. طب تعالى بقى، اتس ا برانش اوف بايوميكانكس. حلو، ديلز وذ ايه بقى؟ بيهتم بايه؟ ديلز وذ ها، هيعمل ايه بقى؟ ديسكريبشن اند اناليسز اوف موفمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو فرع من فروع علم البايوميكانكس، هيهتم بايه؟ بديسكريبشن، وصف، اناليسز، تحليل الموفمنت. حلو، يعني احنا هنعمل ديسكريبشن واناليسز، تحليل ووصف للحركه. وانا هنا مش عايزك انك تكرر الكلام وخلاص، انا عايزك تبقى فاهم يعني ايه كلمه تحليل وصف الحركه. حلو كده؟ طيب بص يا سيدي، لما انا اقول ان انا هدرس الحركه او ان انا هوصف الحركه او ان انا اعمل تحليل الحركه، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا مثلا ممكن اتكلم على حاجه زي ايه؟ حاجه زي البوزيشن. يعني تعالى مثلا اعمل لك هنا كده البوزيشن. يعني ايه البوزيشن؟ يعني زي ما كنا بنتكلم على الالبو، لو انا الالبو قدامي قلت ان الالبو ده عمل فليكشن فانا كده وصفت البوزيشن بتاعه، لو قلت ان هو عمل اكستنشن فانا كده وصفت البوزيشن بتاعه. ده شكلي من اشكال تحليل ووصف الحركه. طيب بس كده؟ لا، قال لك ان انا كمان ممكن اتكلم على ايه؟ على السبيد. ممكن اتكلم على سرعه، لو في جسم بيتحرك. حلو، فمن ضمن الاشكال اللي انا ممكن اوصف فيها الحركه وان انا احلل الحركه ان انا اقول لك ده بيتحرك بسرعه ايه، فاقول لك ان هو مثلا بيتحرك بسرعه 30 متر في الثانيه مثلا. حلو كده؟ فانا كده برضو ايه، عملت اناليسز وديسكريبشن للموفمنت. ده بس كده؟ قال لك لا، ده انا كمان ممكن اعمل ايه، ممكن ان انا اكلمك على الديستانس، اقول لك ان الجسم اللي بيتحرك ده قطع مسافه قد ايه. ده قطع مثلا مسافه 30 متر 100 متر. حلو كده؟ اقول لك حاجه، تعرف ان انت ان شاء الله في سنه تانية هتدرس مقرر كامل تبع البايوميكانكس اسمه الجيت. يعني ايه جيت؟ يعني المشي. كلمه جيت يعني المشي. فمن ضمن مقررات في المشي هتدرس مثلا ان الخطوه الواحده متوسط طول الخطوة الواحدة اللي بيقطعها الراجل مثلا بتبقى حوالي 73 سنتي، لكن طول الخطوة الواحدة اللي بتاخدها الست مثلا بتبقى 64 سنتي. هنا انا عملت ايه؟ هنا انا اتكلمت على الديستانس. ده شكل من اشكال الاناليسز والديسكريبشن لمين؟ للموفمنت. فهمت كده؟ ممكن برضو اتكلم على ايه؟ ممكن اتكلم برضو على الانجلز. يعني ايه كلمة انجلز؟ يعني زوايا. برضو ان شاء الله في مقرر الجيت هتعرف ان مثلا في كل خطوة انت بتعملها او في كل جزء من الخطوة انت بتعملها بيبقى مفاصلك بتعمل زوايا معينة، فانا ساعتها بتدرسها. فانت كده برضو ده شكل ان انا اتكلم على زوايا المفاصل اثناء الحركة، ده شكل من اشكال وصف وتحليل الحركة. فهمت بقى يعني ايه لما احنا بنقعد نقول احنا هنحلل الحركة هنوصف الحركة؟ يعني انا بتكلم على حاجات زي position, speed, distance, angles وغيرها. حلو كده؟ طيب انا كده فهمت يعني ايه اناليسيس وديسكريبشن لمين؟ للموفمنت. طيب هو دلوقتي انت لو لاحظت حاجه، انا اتكلمت عن حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه ان انا وصفت الحركه من غير ما اجيب سيره ارقام. يعني يعني انا قلت انا شايف ايه؟ قلت مثلا ان الحركه دي سريعه، الحركه دي بطيئه، الحركه دي كبيره، تمام؟ الحركه دي عامله زاويه كبيره، الحركه دي عامله زاويه صغيره، الحركه دي مثلا فليكشن، الحركه دي اكستنشن. انا قعدت اوصف انا شايف ايه، كلمت باللي انا شايفه بعين المجرده، عملت تقييم للحركه، عملت ايفالويشن للحركه، قلت هي مثلا دي الحركه دي نورمال ولا اب نورمال، قلت مثلا الحركه دي اكيوريت ولا لا، هل دي دقيقه ولا لا. كل ده انا عملت وصف الحركه من غير ما اجيب سيره ارقامها. حلو،
والحاجة التانية اللي انت لو لاحظتها هي ايه؟ هي ان انا اتكلمت على الانجلز او الزوايا. يعني مثلا لو كلمتك على سرعة ما قلتلكش دي سرعتها كبيرة وسكت، لا قلتلك دي سرعتها مثلا عاملة 30 متر في الثانية مثلا، حلو كده؟ لو مثلا كلمتك على بوزيشن قلتلك ده عامل فليكشن، بس ما قلتش عامل فليكشن وسكت، قلت عامل فليكشن 30 درجة، عامل اكستنشن مثلا زيرو وهكذا في الالبو جوين. طيب عامل مثلا ايه؟ عامل مثلا ديستانس مقدارها مثلا 10 سنتي، واخد بالك انا عملت ايه؟ يا اما اتكلمت على تقييم باللي انا شايفه بعين مجرده، او يا اما وصفت برضو الحركه بس وصفتها وصف رقمي، مش وصف مبني على حاجه شخصيه او حاجه انا شايفها بعيني، لا وصفتها وصف رقمي. عشان كده الكينيماتكس اللي هي العلم اللي بيهتم بدراسه الحركه قسمناه برضو لنوعين، حلو كده؟ يبقى انا ممكن اوصف برضو الحركه، ولكن من منظورين مختلفين، وهم ايه يعني اللي احنا هنتكلم فيه ده؟ فرعين برضو من ايه؟ من الكينيماتيك. وهو ايه؟ اول حاجه ممكن تكون دراستي وتحليل الحركه، اما تكون كواليتاتيف يا اما تكون كوانتيتيف. واحده، يعني ايه كواليتاتيف؟ كلمه كواليتاتيف جايه من كلمه كواليتي، صح؟ يعني انا بقول الكواليتي بتاعت الموفمنت، بعمل ايفالويشن للموفمنت. انا برضو في الاثنين هنا بعمل ديسكريبشن واناليسيس، ولكن هنا ايه زي ما اتفقنا انا بقول اللي انا شايفه، ايه اللي انا ملاحظه بعيني المجرده، حلو كده؟ ولكن في كوانتيتيف انا بعمل ايه؟ كلمه كوانتيتيف جايه من كلمه ايه؟ جايه من كلمه كوانتيتي، يعني كميه، صح؟ يعني انا هنا بتعامل مع ارقام. ف العلماء اللي بيدرسوا بتحليل الحركه بالكوانتيتيف ده معناه ايه؟ ان هم بييجوا يدرسوا حركه لازم يطلعوا لي ارقام. قال لي بوزيشن لازم يديني البوزيشن بدرجات، قال لي سبيد لازم يديني السرعه بدرجات او برقم، لازم الديستانس لما يجي يقولها لي لازم يديني رقم، الانجل لما يجي يدهني برقم، فهمت كده؟ فهنا بنعمل ايه؟ هنا بنعمل ميجرنج للموفمنت، بنقيس الحركه، حلو كده؟ او بنقيس حاجات في الحركه. لكن كواليتاتيف هنا انا بكلمك ايه عن نظرتي او السبجكتيف بتاعي او رايي ناحيه ايه؟ ناحيه الحاجه بعين المجرد. انا شايف الحركه دي نورمال، شايف الحركه دي اب نورمال، شايف الحركه دي اكيوريت، شايف الحركه دي ان اكيوريت، شايف مثلا الحركه دي عملت مسافه كبيره، عملت مسافه صغيره، سريعه، بطيئه، من غير ما اجيب سيره ارقام، حلو كده؟ فدولت فروع ايه؟ علم الكينيماتيك اللي بيهتم بدراسه ايه؟ ما تنساش الموفمنت. طب انا اسالك سؤال، واحنا عمالين نتكلم على الكينيتكس لاحظت ان احنا اتكلمنا على فورس، اتكلمنا على قوه؟ لا، احنا هنا ما جبناش سيره الفورس. عشان كده انا كنت قاصد ايه؟ ان انا اكمل لك التعريف، ان انا لازم اقول without، تعالى اكتبها لك هنا، without considering الفورسز، يعني من غير ما نحط في اعتبارنا واحنا بنتكلم على الموفمنت الفورسز، من غير ما نتكلم على الفورسز، من غير ما ندرس الفورسز. ليه؟ لان دراسه الفورسز ده شغل مين؟ ده شغل الكينيتيك، زي ما هنعرف ايه السبوره الجايه. دلوقتي اخر قبل ما نبدا في السبوره الجايه، خلاص انا عايزك تعرف ايه؟ عايزك تعرف ان الميكانيكا هي العلم اللي بيهتم بدراسه ايه؟ حركه وقوه. وبما ان في حركه وفي قوه، ففي علم من ضمن علوم البايوميكانكس او فرع من فروع البايوميكانكس هيدرس الموفمنت، والعلم الثاني هيدرس القوه، حلو؟ العلم اللي هيدرس الموفمنت سميناه كينيماتيك، حلو كده؟ واتفقت ان ام مع ام عشان تفتكرها، كينيماتيك هيدرس ايه؟ هيدرس الموفمنت. وفهمنا يعني ان هو فرع من فروع البايوميكانكس هيهتم بدراسه الديسكريبشن واناليسيس موفمنت، وفهمنا معناها ايه، حلو؟ من غير without considering ايه؟ الفورسز، من غير من ان انا اجيب سيره الفورسز، او من غير من ان انا اعمل ايه؟ اعمل دراسه للفورسز. ليه؟ لان الفورس زي ما هنشوف في السبوره الجايه ان شاء الله ده شغل ايه؟ الكينيتكس. طيب تعالى بقى نشوف ايه هي الكينيتكس. هنعمل زي ما عملنا ايه؟ زي ما عملنا مع الكينيماتيك. تعالى الاول نعرفها. طيب زي ما اتفقنا عشان اقول ايه هي الكينيتك لازم ابدا بايه؟ الديفينيشن، بانها ايه؟ اتس برانش اوف بايو ميكانكس، هي فرع من الباي ميكانكس، ديلز ويز ايه بقى؟ كونسيرن ويز ايه؟ يهتم بايه؟ ديلز ويز ها فورسز او ديسكريبشن اوف فورسز اند
its effect on the body. يعني احنا هندرس الفورس وتأثيرها ايه؟ تأثيرها على جسمنا. حلو كده؟ زي ما اتفقنا. يبقى قارن بقى ان الكينيماتيك هو ديسكريبشن واناليسيس للموفمنت، لكن الكينيتيك هو ديسكريبشن واناليسيس لمين؟ للفورسز والافكت بتاعها عليه على البادي. يبقى احنا هنا في الكينيتكس هنختص بدراسه القوه، هنختص بدراسه ايه؟ الفورسز بانواع. حلو كده؟ طيب قبل ما اقول لك ايه بقى انواع الكينيتكس، زي ما هنعرف ان شاء الله محتاجين نتفق على نقطتين. حلو؟ ايه هما النقطتين لازم نتفق عليهم؟ تعالى اكتبهم لك بلون تاني. اول نقطه لازم نبقى عارفينها هي ان الفورس، هل فورس از ذا كوز اوف ذا موشن او الموفمنت. يعني يعني عشان يحصل موشن، عشان يحصل موفمنت، عشان يحصل حركه، لازم يكون في فورس هي المسببه للحركه دي. يعني انت مثلا لو واقف في حالك من غير ما حد يلمسك، حلو، او من غير حد يزقك، هل هتتحرك؟ لا، هتفضل ساكن زي ما انت. امتى هتتحرك؟ لما مثلا حد يزقك او انت تقرر انك تزق، ان عضلاتك هتولد فورس او هتجنريت فورس زي ما هتعرف ان شاء الله، وهي اللي ايه؟ هي اللي تحركك. انا عاوز اتحرك دراعي، فايه؟ فالعضلات عملت فورس، عملت قوه، قدرت انها تحركني. اذا ففي قوه في حركه، مفيش قوه مفيش ايه؟ مفيش حركه. اذا فدايما خليك عارف ان دايما الموشن او الموفمنت عشان تحصل لازم يبقى ليها كوز، وهو ايه؟ وهو الفورس، وهو ايه؟ القوة. حلو كده؟ طيب ده أول حاجة لازم تبقى عارفها. تاني حاجة لازم تبقى عارفها هي إيه؟ لو أنا مثلا جبت لك جسم زي ده، حلو كده؟ طيب وجبت لك فورس مأثرة عليه في الاتجاه ده كده، حلو؟ مقدارها كام؟ قوتها قد إيه؟ حوالي مثلا 5 نيوتن، جميل؟ طيب وفي قوة معاكسة ليها في الاتجاه التاني، رايحة في الاتجاه ده، مقدارها برضو قد إيه؟ 5 نيوتن. انا اسالك سؤال، هل الجسم ده هيتحرك؟ هتقول لي لا. هقول لك ليه مش هيتحرك؟ لان بيأثر عليه قوتين متساويين ولكن عكس بعض في الاتجاه. حلو كده؟ فالقوه دي والقوه دي قد بعض، محدش فيهم يغلب التاني، فبالتالي الجسم ده هيبقى ساكن. يعني ممكن نقول ايه؟ ممكن ريمين، الجسم ده هيريمين، هيظل ات ريست، هيظل ساكنا. او ممكن نقول عليه ان هو في حاله اتزان. ليه؟ في قوه هنا وفي قوه هنا، هو متزن، مفيش حد بيغلب التاني. ممكن نقول عليه ان هو في حاله ايكوليبريم. كلمه ايكوليبريم معناها اتزان. حلو كده؟ اذا فلما يجيب لي فورس وفورس ثانيه، الاثنين مقدارهم قد بعض وفي اتجاهين عكس بعض، الجسم ده ايه؟ هيظل ساكن، او نقدر نقول عليه ان هو ايه؟ في حاله ايكوليبريم. حلو كده؟ طيب انا هسألك سؤال تاني، لو انا جبت لك نفس الجسم، حلو كده؟ طيب وجبت لك ان في فورس رايحة تأثر عليه ولكن برضو ايه؟ 5 نيوتن، ماشي؟ طيب مفيش هنا حاجة جديدة انا ضفتها، بس خلي بالك بقى ان الفورس التانية 10 نيوتن. 10 ايه؟ 10 نيوتن. انا هسألك سؤال، هل الجسم ده هيتحرك؟ هتقول لي اه. السؤال الثاني، هيتحرك في انهي اتجاه؟ هتقول لي دلوقتي انا عندي قوة وقوة اكبر منها، فالقوة الاكبر منها هتتغلب على القوة الثانية. يعني ايه؟ يعني الجسم ده هيتحرك في الاتجاه ده، في نفس اتجاه القوة الاقوى، صح كده؟ يبقى الجسم ده هيتحرك ايه؟ كده، لان القوة دي هتغلب ايه؟ القوة دي، صح كده؟ صح. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ انا هنا هسألك سؤال، دلوقتي الاثنين كان فيهم قوة، صح؟ ولكن في جسم بقى في حالة سكون او في حالة ايكوليبريم، والجسم التاني بقى في حالة حركة، صح كده؟ يعني انا عندي حالتين، وبالتالي علم الكينيتكس برضو اتقسم لفرعين او اتقسم لعلمين. علم هيدرس الاجسام اللي في حالة سكون نتيجة لوجود قوة متساوية، حلو كده؟ او بالانسد فورسز. لكن هنا العلم التاني هيدرس الاجسام اللي في حاله حركه، نتيجه ايه بقى الحركه دي؟ نتيجه وجود قوه غير متكافئه او غير متساويه، صح كده؟ يعني هنا ممكن نقول ايه؟ ان الجسم ده under the effect of، بص بقى دي، balanced forces،
قوة بالانسد متكافئة متساوية 5 و5، فالجسم يظل في حالة ايه؟ سكون او في حالة ايكوليبريم، صح كده؟ لكن في الحالة التانية هو اتحرك نتيجة وجود ايه؟ unbalanced forces، في قوتين غير متكافئين، غير ايه؟ غير متساويين. فهنا ممكن نقول ايه؟ ان الجسم ده، تعالى اقول لك ان هو الاول هيبقى moving body، يعني هيتحرك، حلو كده؟ under the effect of، بص بقى دي unbalanced forces، في قوتين غير متساويين ادت ايه؟ ادت لحركته. وبالتالي زي ما حصل قبل كده، اكيد في علم ده هيدرس هنا وفي علم تاني هيدرس ايه؟ الجسم التاني او الاجسام اللي زي ايه؟ زي الحاله دي. طيب اسم العلم او الفرع بقى اللي هو من فرع علم الكينيتيك وهيدرس في الاجسام الساكنه تحت تأثير البالانسد فورسز هيبقى اسمه ايه؟ قال لك هيبقى اسمه ستاتيك. علم الاستاتيكس اللي هو ايه؟ اللي هي استاتيكا، تسمع دايما الاستاتيكا. كلمة استاتيكا معناها ايه؟ معناها ساكن، صح كده؟ فعلم الاستاتيكس او علم الاستاتيكا هو العلم اللي بيدرس الاجسام الساكنة او الاجسام اللي في حالة اتزان نتيجة لوجود ايه؟ بالانسد فورسز. حلو؟ امال ايه اسم العلم التاني اللي هيدرس لي بقى الحالة التانية دي؟ قال لك اسمه ايه؟ اسمه دايناميك. داينامكس، علم الديناميكا. يعني ايه بقى ديناميكا؟ ديناميكا يعني متحرك. داينامكس يعني متحرك، حلو؟ فعلم الداينامكس هيدرس الاجسام المتحركه نتيجه لايه؟ نتيجه لوجود او تحت تاثير مين؟ الانبالانسد فورسز، زي ما اتفقنا. عشان كده انا قلت لك ايه في القاعده الاولانيه؟ ان الفورس هي الكوز اوف موشن، صح كده؟ عشان كده لما كان في فورس بتغلب على الفورس الثانيه اللي حصل خلت الجسم ده يتحرك ايه؟ في نفس الاتجاه اللي بيتحرك فيه. فعشان كده نشا من الكينيتيك فرعين زي ما حصل في الكينيماتيك. فرق الكينيماتيك كان ايه الفرعين بتوعها؟ كواليتاتيف وكوانتيتيف، صح كده؟ هنا نفس الكلام، هيبقى في فرعين لعلم ايه؟ لعلم الكينيتكس اللي هو الاستاتيك وايه والديناميك. هنا ده ديل ويز الموفينج بادي اندر الانبالانسد فورسز، لكن الاستاتيك هو ديلز وذ ايه؟ يهتم بايه او يتعامل مع ايه؟ مع البوديز ريميننج ات ريست اللي هي في حاله ايكوليبريم اندر ذا افكت اوف بالانسد ايه؟ بالانسد فورس. دلوقتي احنا الحمد لله كده فهمنا يعني ايه كينسيولوجي، فهمنا يعني ايه باي ميكانكس وايه الفرعين بتوعها وكل فرع بيتقسم لايه وبيهتم بايه، وفهمنا ايه كل حاجه متعلقه بيهم. ان شاء الله المره الجايه هنعرف ايه هي التايبز اوف موشن. عشان كده اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وفهمتوا الدرس ده. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تذاكروا، وهات معاك ورقه وقلم، عيد الفيديو تاني واكتب ورايا الملاحظات دي، واكتب او في الكتاب بتاعك او في الكشكول بتاعك. وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي. ان شاء الله هيكون في فيديو كل اسبوع هنشرح فيه ان شاء الله ايه مقرر الكينسيولوجي كامل ان شاء الله. كان معاكم دكتور كوماندر، سلام.